آخر اليوم اللي هو يوم الأحد 28، يعني على بعد دور 6 7 كده، أنا كنت فقت تماما، بعرف أتكلم كويس، اتصلت بالعيلة وطمنتهم إن أنا كويس، لكن الحرارة زي ما هي، والتحاليل اللي اتعملت يوم الأحد كانت سيئة جدا، أوحش من التحاليل بتاعت الأيام اللي قبلها. ده من ناحية فجيت دكتور الكورونا، يعني من الكورونا ناحية كانت لسه الكورونا ماسكة في جسمك. زي ما هي زي ما هي. فجيت دكتور يوم الاثنين الصبح، قال لي وبعدين حرارة مش بتنزل والتحاليل بتاعتك مش كويسة، احنا هنضطر نغير البروتوكول، وهنديكي بقى لما بنفشل بندي بروتوكول معين، حقن معينة غالية ونوعين حقن وبالأزمة وحاجات زي كده. فطبعا مفيش في ايدي حاجة اعملها، يعني كل اللي كان بيتصلوا بيا يقولوا لي احنا بنصلي لك، وكانت بتقوم صلوات وصيام لأجلي، وانا ممتنة جدا طبعا للمؤمنين والمؤمنين في الكنيسة.